الانجي يمكن السباحه التوقيعيه من الالعاب الاصيله جوه النادي الاهلي. النشاط يمكن بيلاقي اقبال من اعضاء الجمعيه العموميه بشكل كبير. كلمينا عن الاستراكشر الهيكل للسباحه التوقيعيه لغايه ما نوصل للنجمات للاعبات اللي قاعدين معانا، بتعملوا ايه جوه النادي الاهلي لغايه ما توصلوا للفرق؟ هو النادي الاهلي متهيألي هو جهازه ده مختلف عن اي نادي تاني، انه ما شاء الله يعني بيبقى جهاز عريق. فانا دايما بحس ان النجاح اللي حصل ده بسبب الاستراكتور والدعم بتاع الجهاز كامل، ابتداء من اول كابتن وائل عزت اللي هو رئيس الجهاز العاب الماء كلها، وكابتن محمد فضل وكابتن عمرو ممدوح، وطبعا كل المدربات، مجهود كبير على رأسهم كابتن يسرى، واللعيبة كلهم بقى الفريق تعبوا معانا قوي. النشاط بتاعنا السباحة التوقيعية هو فقط في مدينة نصر، مظبوط؟ ما عندناش في الجزيرة، ما عندناش في الشيخ زايد، هو بس هناك. مدينة نصر بس. يعني اوفر فيو كده، عندنا كام لعيبة مثلا في الناشئين او في الناشئات؟ طبعا عندنا كام لعيبة من اول الاكاديميات لغاية ما نوصل 19 سنة بالتقريب؟ هو صعب طبعا بالتقريب يعني ممكن نعدي ال 100 متهيألي، يعني كتير كتير يعني عدد كبير ان شاء الله قادرين تسيطروا عليه بشكل او كبير. الحمد لله. طب خلينا نشوف برضو من الناحيه الفنيه كابتن يسرى، يعني ازاي بتعملوا، بتمرنوا ازاي، بتحطي جدولك ازاي، التمرين مش بيمشي ازاي على حمام السباحه؟ هو التمرين بيبتدي من اول الفتنس، وبعد كده ببتدي على سباحه، بعد كده ببتدي دايفنج، بعد كده ببتدي انا واتر بالي. فاحنا لازم بنبقى زي فريق كامل بنكمل بعض. تمرينة الواتر بالي بقى نفسها بتبقى سنة تقيلة، لأن طبعاً هي بتبقى ممكن التمرينة تبقى قاعدة معايا من 8 ل 10 ساعات. يا خبر أبيض. لأن هي كلها ديتيل صغيرة قوي، يعني دايماً ببتدي كلها حاجات بكاونتس، كلها لازم كلها نرفع في كاونت معين، لازم كل التشكيلات طبعاً نقلبها مع الموسيقى كمان. كله يعد مع بعضه. دلوقتي كمان عاملين رولز جديدة، فبقى في حاجة اسمها بيز مارك، فبقتش كلها عباره عن كريوجرافي والاحسن، لا بقى في بوينتس بتتحسب، ولو البوينت دي اتشالت بيبقى بتاخدي زيرو، فبقى الموضوع اصعب بكتير قوي. طب والنظام الجديد ده يعني طبق حديثا ولا بقاله فتره ماشي كده؟ بقاله سنه ده جديد، يعني الموضوع بقاله جديد. طب انتوا دخلتوا الكلام ده وتابعتوا الابديت اللي حصل على التحكيم وبداتوا تعلموه للبنات في النادي الاهلي؟ بالظبط. طب ده كان صعب عليكم، كان لازم انتوا تفهموه الاول. كان صعب قوي 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 في الاول، بس باي تايم الدنيا بقت تمام، بقت اسهل. طيب 10 ساعات البنات بتتمرن، البنات في حركه فما بيزهقوش. طب المدرب؟ المدرب مش بحس بجد فعلا؟ لا مش بحس. لا بلاقي مره واحده التمرينه خلصت، بس هم ما بيحسوش كده. 10 ساعات خلصت؟ طب ايه ده، يعني اقعد امرن 10 ساعات في اليوم بتقولي حضرتك خلصت؟ ممكن يكون ما خلصناش اصلا. بتبقى ممكن نكونش خلصنا اللي احنا عايزين نخلصه كمان. الله. طب ما يبقى كده الناس كلها تيجي تتمرن معاكم بقى عشان حاجه التمرين. لا ما شاء الله مجهود كبير. طب خلينا نشوف برضو اللاعبات. جاسمين، البطوله، كلميني على البطوله بقى، كانت صعبه، شاركت ازاي، كلميني على ابرز المباريات اللي اتلعبت، كلميني بقى على البطوله اكتر. هي كانت صعبه شويه في التمرين وكده، بس يعني قبل البطوله والتمارين كانت تبقى كتير وساعات طويله وكده، بس يعني الحمد لله عملنا كويس في البطوله. جاسمين انت بتلعبي عمومي صح؟ ما شاء الله اغلبكم بيلعب عموما. طيب لو قلنا انه البطوله كانت محتاجه شغل جامد ومحتاجه مجهود جامد قبل البطوله، طيب والتركيز اثناء البطوله ما مهم جدا، لان انتوا لعبتكم موسيقى والحركه، لو لعيبه من الثمانيه سبقت يعني كان في سبق او لاك شويه عن الحركه بتخسروا. طيب التركيز في البطوله بتعملوا ايه؟ الكوتشات بيعملوا معاكم ايه في البطوله؟ خليكم ازاي تركزوا؟ بنقعد مع بعض ونركز، نقعد نعد الحاجات اللي بنعملها، نقعد نعملها على المزيكا مع بعض وكده، يعني نقعد نعملها كتير قبل ما ننزل عشان نبقى مركزين. ممكن تكرروا الحركه دي على الارض؟ بنعملها قبل بطريقه ثانيه. بطريقه ثانيه بحيث ان انتوا يبقى كله، انتوا بتبقوا بتتحركوا مش شايفين بعض صح؟ في الميه احنا بنبقى من غير نظارات، بس نبقى شايفين شويه، يعني شايفين شويه، انما بتبقى، انما حتى بيبقى في ناس في الخلفيه وفي ناس قدام، فمش كله شايف بعض. مش كله شايف، بس احنا بنبقى حافظين بنتحرك ازاي، وبنبقى عملناه كتير فبنبقى اتعودنا عليه. صعب قوي صدقني، بس حاجه ممتعه بيني وبينك يعني بصراحه، حاجه ممتعه. طب بتسمعوا الموسيقى في الميه طبعا صح؟ بيبقى في سماعات تحت. طب شايفه يعني دنيا تانية، يعني لعبه جميله جدا جدا. طب انت بتستمتعي باللعبه دي؟ مستمتعه قوي، بحبها ونفسك تكملي فيها عادي؟ طب ليه اخترتيها من الاول؟ انا مامتي فيها من زمان قوي، ماما كانت بتلعبها، مامي كانت بتلعبها وبتمرنها وكده، ف
فانت طلعتي زي ما يعني انت لعبتيها فروم سكراتش فروم يعني زي ما بيقولوا من البدايه انت لعبت اللعبه دي ما لعبتيش لعبه ثانيه. لا لعبت العاب ثانيه كتير بس يعني هي دي لعبت سباحه ولعبت باسكت وان بول وحاجات ثانيه كتير. باسكت طب ليه ما كملتيش باسكت؟ ما كنتش بحبه. راجل متحيز للباسكت يعني ده مش مشكله. طب ما تفكري هنمضيكي خلاص بقى تقولي بص الكباتن هيزعلوا مني بقى انت هتيجي تمضي اللعيبه هنا. لا طبعا انا بهزر يعني اكيد لعبتك جميله جدا وانت بتستمتعي بيها. طب برضو اجي لك يا نور يعني ليه يعني ليه بدات سباحه توقيعيه؟ جنى انا اسف معلش ليه جنى بداتي سباحه توقيعيه ليه لعبتيه؟ هل كان في حد من اسرتك زي جاسم كان بيلعب ولا لا؟ لا هو الحقيقه ما كنتش ما اعرفش قوي اللعبه ساعتها زمان بس كنا مامتي كنا بنتمشى برضو في النادي وكده هي عجبتها قوي اللعبه وحسيتها جديده ومفيش حد بيلعبها كتير فحسيتني ان انا ممكن ابقى ماشيه فيها كويس والحمد لله. طيب اللعبه في اولها يعني كلاعبه بقى ناخد راي كلاعب من وجهه نظر لاعب او لاعبه اللعبه في بدايتها اصعب ولا لما بتاخدها بقى كاحتراف وكمستوى تنافسي اصعب؟ اعتقد في اخرها مثلا يعني لو انت اصعب؟ لا يعني لو انت بتفضل يعني لو انت تركز عايز توصل للهدف اللي قدامك والمنتخب والاولمبيكس وكده فتبقى اصعب كتير يعني. اصعب من البدايات؟ البدايات تبقى عادي انما انت يعني بتتبسط باللعبه اكتر. انما الفتره بقى التنافسيه دي بتبقى فيها ضغط عصبي اكتر. أيوة. طب انت على المستوى الشخصي بتعملي ايه عشان تعملي ريليز نفسك لان اللعبه دي لو تنشنتي خلاص راحت منك النقطه او راح او درجاتك بتعملي ايه؟ ممكن انا بقعد لوحدي شويه بس اللي هو بظبط نفسي عشان الواحد بيتوتر جامد قوي في وقت البطوله. طيب 10 ساعات تمرين ايه؟ بيعدوا عليكم ازاي؟ لا هو بيعدي علينا صعب شويه. مش مستوعب 10 ساعات تمرين دي بصراحه. لا هو بيعدي علينا كتير شويه بس عشان اللي هو عشان برضه نوصل نعمل كويس في البطوله وكده. طب جنى يعني 10 ساعات بتتمرنوا نفس بتعيدوا نفس الحركات ولا ال 10 ساعات متقسمين؟ يعني انا بشوف برضو كلاعبات انتوا ال 10 ساعات بتقسموا مثلا هل في حبه بيبقى في الاول مثلا على الارض بعد كده بتنزلوا الميه بعد كده بتبقوا اتنينات مع بعض تلاتات ولا كله نفس الحركه التيم كله بيكررها مع بعض؟ لا ما هو في بقى الدواتس والسولوز وكده فبتقسمها البلان بقى يعني يسرا وانجي يظبطوها البلان مثلا نبدا بالدواتات الاول سولوهات الاول كده يعني. ده كده ال 10 ساعات قليلين يا كابتن. كده يعني ده كده يعني ديتيلز كتير.